إذا باسمي وباسم أعضاء الجمعيات، جمعية مبادرة شباب درعا تافيلات، تعاونية الصوماليوس ديكو، الجمعية الوطنية لخريجات مراكز التربية والتكوين، وكذا تعاونية نضال النسوي، نرحب بكم وحضوركم اليوم شرف لنا ودعم ومساندة لنا. إذا بمناسبة شهر رمضان الأبرك ارتأينا كتنسيق رباعي يتضمن المجموعات سالفة الذكر أن ننظم هذا المعرض للمنتوجات المحلية، وهي منتوجات من صناعة طبيعة الحال هذه الجمعيات والتعاونيات. إذا فشكرا لحضوركم ورمضان مبارك كريم للمرة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرسلين، أولا رمضان مبارك كريم للجميع، لكل الحاضرين والحاضرات، السيدات والسادة الحضور الكرام، كل باسمه وبصفته سعيد تواجدي معكم اليوم في هذا المعرض الذي تنظمه الجمعيات والتعاونيات الأربع بمناسبة هذا الشهر الفضيل، والذي يعني فيه مجموعة من المنتوجات اللي انتجتها أنامل النساء ديال هذه المدينة ديال الرشيدية وإقليم الرشيدية، منتوجات ديال الصناعة التقليدية وأيضا منتوجات ديال الديكور الداخلي. وبهذه المناسبة أولا نتمنى التوفيق، كامل التوفيق لفعاليات هذا المعرض، ونثمن يعني هذه البادرة التي جاءت من التعاونيات والجمعيات الأربع، خصوصا أنها تتقاطع مع ما نشتغل عليه في مؤسسة التعاون الوطني، لأننا نشتغل على واحد الحيز مهم ديال أولا التربية والتكوين، ديال التكوين التأهيلي في مراكز التربية والتكوين في مجال الحرفي، وما بين الجمعيات الحاضرة اليوم، الجمعية الوطنية لخريجات مراكز التربية والتكوين للأغلبية ديال الرائدات فيها والأعضاء في الجمعية بما فيهم السيدة الرئيسة، هما خريجات ديال مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني بإقليم الرشيدية. وأيضا نشتغل على مجال ديال التمكين الاقتصادي للنساء، واللي كاين ولله الحمد واحد البرنامج طموح تتشتغل عليه بلادنا ديال التمكين الاقتصادي للنساء، وفوق رفع نسبة اشتغال النساء أكثر من 30% عكس النسبة الحالية اللي ما تتجاوزش 20%. وبالتالي نحن كنقطاع نثمن هذه المبادرات، ونتمنى لكم كامل التوفيق، ونتمنى أنها تكون النسخة الأولى ونشوفوا نسخ أخرى في باقي المحطات ديال شهر رمضان الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.